السلام عليكم إخوان، بغيت نشرح لكم هاد السبحة هذه الطريقة اللي خدمناها بها. كما كتشوفوا يعني لك كنت متبع معايا السلسلة ديال السباح، كنت مفرج يعني شي فيديوهات، كنت خديت المعلومات. يعني غتقدر تصنع بحال هادي بكل سهولة. انني هذيك السلسلة عطيت فيديوهات، كاين شي حاجة ديال التصنيع، كاين شي حاجة ديال المواد، كاين شي حاجة ديال الكركوشة، كاين شي حاجة ديال كما كتشوفوا معايا. المادة الأساسية يا إخوان، المادة الأساسية اللي تصنعات منها هاد المادة هادي، وهذوك الحبات اللي كتشوفوا فيهم بحال هكايا، يعني هاد الحبات هادو، دوك الأشكال الداخلية، هذا هو السر والجمال ديال هاد السبحة هادي. المواد مناش مصنوعة، المادة الأولى الأساسية هي الريزين، الريزين أو بوليستير. حنا مغاديش نبقاو ديما نركزو على البوليستير حيت هو غالي، رخيص في الثمن. إلا كانت عندك إمكانية تقدر دير ريزين، تعطيك نتيجة أحسن من هذه. أنا هذه خادمة غير في البوليستير، يعني أرخص مادة في البوليستير. كما قلت لكم هاد الاوربان بلون، كاين هذا اوربان ريش، هذا اوربان، كاين بزاف ديال هاد الانواع هادو، كاين نحاسي، كاين الذهبي، اوربان ريش، اوربان ريش، غير اوربان، نايا اوربان، هي اوربان ريش. انا الاغلبيه كنخدم بهاد جوج مواد، اوربان ريش والاوربان، يعني هادو هما اللي غالبا كنخدم بهم. هادي الثمن ديالها تقريبا 160 260 على حسب المدينه اللي انت فيها، كتباع عند مولين السبعه. هادي ضروريه، تكون عندك، ضروري كمادة، ومكديش منها بزاف. هاد الباكية ديال كتخدم لك واحد العدد كبير، عندنا مجهدة بزاف، كدير منها غير واحد شوية. هادي حاجة، وكاين هذا ما كتشوف، هذا المسحوق العجيب ديالنا، هذا هو دوك الحبات الغلاض اللي كتشوفو فيهم. هادوك الحبات هما ديال نواة التمر، نواة التمر دابا باش ندوزو في المقلاة كنسخنوها شوية، من بعد كنقرشلوها، كناخدو ديك التقرشيلة، ما كناخدوش داك اللي مطحون مزيان. اللي مطحون مزيان كاين التسابح اللي هضرنا عليهم وريناك الطريقة كيفاش كنصايبو، كاين التسابح اللي مازال غادي نهضرو عليه، ولكن هذا كناخدو منو غير هاديك التقرشيلة، غير دوك الحبات الكبار، بحال هاد الحبات الكبار هادو، هاد المويه هما اللي كناخدو، كنميلونجيهم مع القربان، كنديرهم في واحد الإناء، كنميلونجيهم مع القربان، كيعطيونا داك اللون، يعني كيلصق فيهم، كيوليو صفرين بهاد الشكل اللي كتشوفو لداخل، ومن بعد كنلوحوهم في البوليستير. ولا الريزي عاد كتعطينا هاد الجمالية اللي كتشوف، كنميلونجيو وطريقة الصب، يعني صب وحدة، يعني هذه هي النتيجة كتشوفو. اي اسئلة الاخوان، شي واحد ما فهمش شي حاجة، شي واحد بغى شي معلومات زايدة، مرحبا مرحبا بكم، ألف مرحبا. هذا المحتوى كنديرو غير باش
باش انت تستافد، ماشي كنديرو باش المعلومة تبقى غير عند واحد اللي يبقى يستافد منه. وكاينين الناس اللي كيبغيو تاهما يستافدو وكيبغيو تاهما يضربو على راسهم، ليس انا للجميع. المهم القناة ديالي مفتوحة لأي واحد، أي معلومة نقدر ندي بلاصة حنا قبلك باش نفهمك شي حاجة ولا نوريك شي حاجة ولا نتعاونك في شي حاجة. بالنسبة لهاد المواد، أي مادة شتيها في القناة ما عرفتيهاش فين كتباع ولا لقيتي فيها شي مشكل، تواصل معايا نصيفطلك ديروك تومو للبلاصة، ولا نصيفطلك النمرة ديال السيد اللي غتقبض من عندو، ولا فهمتيني. يعني كلشي هاد المواد متوفر، يعني غير نواة التمر أوربان ريش بوليستير عطاتنا هاد النتيجة. هادي هي السر ديال هاد السبحة. كتبان لكم واحد اللون بحال القهوي، لكن نتوما كتشوفوا انا غنقرب لكم، يعني كيبان لكم اللون قهوي شوية ديال البوليستير، ما كيبانش لكم بيض ولا درتو حتى الريزين غيطلع لكم هاد اللون. ما غنقول لكم علاش، حيت دابا ملي كدير التمر هو التمر فيه واحد المستخلصات كتطلق، بحال كتطلق اللون ديالها في الريزين، واخا دوك الحبات كيشدو بلايصهم وكيعطيونا هاد المنظر هذا اللي كتشوفوا فيه، ولكن هذاك اللون ديالك يبقى، اللون ديالك يبقى كيطلق لينا في الحبات ديال الريزين، وهذا هو السر ديال هذاك اللون اللي كيعطينا بحال الكهرباء. ممكن نزيدو المسك كما كتعرفوا، ممكن نزيدو البروفوماطا، انا التسبيح هذا زيد فيه، زيد فيه الروح ديال الريحه، وزيد فيه المسك شويه ديال المسك حتى هو درتو فيه. علاش؟ حيت انا التسبيح بصفه عامه كنركز على التسابيح اللي كتكون فيهم الريحه، ملي غيجي واحد غيحرقو بالبريكه ولا هادي غيشم فيه الريحه، يعني يقدر يتغلط ليه مع الكهرمان، يقدر واحد ما قادرش يشري تسبيح ديال الكهرمان يشري الكنوز المغربيه، الافكار المغربيه غلى من الكهرمان كما كتشوفوا. نادم صارحيه وقول ليه السبحه صنع مغربي وكيفاش مصنوعه والطريقه، وهادي اطلب الثمن. لكن ما تنصبش على بنادم وتقول ليه راك هرمان وتبدا دير داكشي الاستنساخ اللي كيديروا خوتنا، لا داكشي ما ديريش، دير شي حاجه علامه تجاريه وخدم على راسك، الله يسهل على الجميع. المهم هذا هو اللي كان الخوت، نتمنى نكون فدتكم شي حاجه في هذا الفيديو، الله يعاونكم، السلام عليكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك شير اشتراك في القناه، حيت القناه بالدعم ديالكم باش كتزيد، هذا هو اللي كاين. الله يعاونكم.